انتظرتك ذاك اليوم. أنا آسف. كنت خايف أجي. وبعد خايف؟ أنت راح تبقين باليوسفية؟ هنا؟ شو يهمك؟ إحنا لازم نبقى قريبين. أعرف، أعرف هذا كلامي سابق الأوانة، بس أنا كلش حاب نبقى. شنو رأيك؟ كان عبالي بعد ما راح أشوفك. إيش كده راح تشوفين، راح تشوفيني لحد ما تملين مني. يومي أجي. تعرفين أنا إيش كنت فرحان على رجعتكم، بس بنفس الوقت شو مستغرب يعني، ويا فرحتي هم مستغرب يعني. شنو خلاش ترجعين بعد كل هاي السنين؟ شنو الغريب برجعتي لبيت أبويا؟ لا هو وماكو شيء غريب، أنتي نورتي بيت أبوك أصلاً ورجعتي. بس يعني أنتي وعبير ولينا رجعتكم كلكم سوا، يعني أكيد أكو شيء يجمعكم. أنت ما تعرف تنسى إنه أنت ضابط شرطة. ها ها ها. آسف 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 آسف، أنا بس جاي حتى أصالحك وما تزعلين مني. صالحتيني؟